تعليقاتكم وتنسوش تعملوا لايك وتشتركوا في القناة وفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. تفسرت العربي مع نص قصصي أولا يستحق أن نتحلق حوله وأن نقرأه. أنا الحقيقة يعني منذ 4 سنوات ساء ظني جدا بمستوى المجموعات القصصية، وقبل أشهر وفي حوار صريح مع صدى البلد يعني بدأت أبرر مخاوفي بالفعل من موت القصة القصيرة واحتضارها، لأنه كثيرون من الأدباء يتصورون أن القصة القصيرة معناها الحجم، معناها الضغط الكبسولي للحجم، وكلما ازداد التضاغط ازداد آليا الاقتراب من روح القصة القصيرة. ليس الحجم هو المحدد الفني في القصة القصيرة، كما أني أريد أن أرفع وهما أن القصة القصيرة هي النوع الأدبي الأسهل. يعني كثير من الورش والدورات التي تدرس القصة القصيرة يقولون للكاتب جرب نفسك في القصة القصيرة أولا، وعندما تستحصد الأدوات وتختمر اذهب إلى الرواية. هذا الكلام نونسنس، ليس صحيحا، بالعكس، أنت كلما ضغطت الحجم ضاقت أمامك الخيارات اللغوية والفنية، فهذا يحتاج إلى يد صناعة. وإذا كان نجيب محفوظ بدأ بالرواية فقد ختم لنا بأحلام فترة النقاهة والفجر الكاذب، ختم لنا بالقصة القصيرة في نهاية الرحلة وليس في بدايتها. وبالتالي نص القصة القصيرة ليس حدوتة، هذا ما أود أن أنتهي إليه. وأنا أعتقد أن إليس جابر من خلال 18 قصة استطعنا من خلال هذه القصص إلا قليلا أن نصل إلى هذه القناعة، نحن لسنا أمام حدوتة بمعنى إركام للوقائع والأحداث. هذا في الرواية وقد يكون في النوفيلا، لكن القصة القصيرة لا. في كل تعريفات الشورت ستوري أو القصة القصيرة لم يشر كاتب أو ناقد واحد إلى مفهوم الحدوتة، لكن أشار إلى مفهوم اللقطة، لقطة مكثفة ورامزة ودالة. يعني على سبيل المثال أمير القصة القصيرة أو أحد أمرائها الكبار وهو جارثيا ماركيز في قصاته القصيرة دراما الخالد، واحد قرر أن ينتحر وأن يلقي بنفسه من الطابق العاشر. بدأ الكاتب أو الذات الساردة تمسك الكاميرا بعد أن ألقى بنفسه فعليا. في الطابق التاسع وجد زوجين يتشاجران على مصاريف البيت. في الطابق الذي بعده وجد أبا يشكو من عقوق أولاده. في الطابق اللي بعده وجد عجوزا تشكو عزلتها واغترابها. كل هذه الأزمات أكبر من أزمته. عندما وصل إلى ما قبل الارتطام بالأرض اقتنع أن الحياة تستحق أن تعاش، لكن جاء الاقتناع متأخرا، لأن هذا الاقتناع جاءه قبل لحظة ارتطام رأسه بالأرض. لقطة عبقرية لكنها في النهاية ليست حدوتة، هي لقطة. ولذلك فرانك أوكونور في كتابه المهم الصوت المنفرد يصف القصة القصيرة بأنها فن اللحظة المهمة. هم 3 كلمات، فن اللحظة المهمة، مش أي لحظة. هذه واحدة. إذن أنا أرى أن إليس جابر تطبق الاشتراطات الفنية الحقيقية للقصة القصيرة، وأرى أن هذه المجموعة القصصية مهما قيل فيها أو عنها أو عن لغتها أو عن الاستراكشر أو البنية أو عن عمليات التشخيص والكرونوتوب والزمان والمكان وكل الجوانب الاختصاصية في النقد، لكنها تسهم مع مجموعات قليلة في إنقاذ القصة القصيرة في مصر من أزمتها المستحكمة. لأنه لو ظل الناشرون يجرئون الكتاب على الطباعة بهذه السهولة ستكون الكارثة أمعن، لأنه معظم الناشرين يتصورون أن القصة القصيرة حجم. وأنا سمعت ناشرا يقول لكاتبة سمعته بأذني اجمعين البوستات بتاعتك اللي كتبتيها على الحائط أو على الفيس ونجمعها في شكل مجموعة قصصية، كأنه فن القصة القصيرة هو الملطشة أو الحائط الواطئ. بالعكس، لا
الاشتراطات الفنية للقصة القصيرة تحتاج إلى يد صناع وخبرات واستحصاد للأدوات. وأزيد على هذا مسألة مهمة تلزم كاتب الرواية والنوفيلا والقصة القصيرة: الإجادة الكاملة للثقافة السينمائية والوقوف عليها، لأن عمليات القط والمونتاج والقطع وتوزيع الظلال والأضواء كل هذا يحتاج إلى دراية ومهارة بفن السينما، الفن السابع. هذه واحدة. الأمر الثاني، في حاجة بيسموها في النقد، هي ملهاش مقابل عربي إلى الآن، لكن خلينا نسميها مؤقتا المهيمنة. أنا موافق على مصطلح المهيمنة، استخدمته ناقدة تونسية لكلمة لا دومينون. في عنصر مهيمن. أي كاتب عندما يكتب مجموعة قصصية أو رواية أو نوفيلا أو مسرحية أو سيرة ذاتية أو سيرة غيرية، في عنصر مهيمن يهيمن عليه فكرة. وطبعا صاحب هذا المصطلح الفرنسي هو رومان جابوكسون، هو اللي استخدم هذا المصطلح في كتابه أسئلة الشعرية كيستيون دو بويتيك. في حاجة اسمها مهيمنة، عنصر مهيمن. طيب ما العنصر المهيمن في هذه المجموعة؟ أولا، من الملحوظ أن هناك رابطا بين قصص المجموعة، وهذا اللزوم ما لا يلزم. وعشان كده عبد الحكيم قاسم، وده من أهم كتاب القصة، والحركة النقدية تجاوزته سريعا مش عارف ليه، مع أنه من أهم كتاب الستينيات عبد الحكيم قاسم، كان استخدم مصطلح الديوان القصصي. يعني قسم المسألة لمجموعة قصصية وديوان قصصي. لو حضرتك ليه قصة منشورة في أخبار الأدب، على قصة منشورة في إبداع، على قصة منشورة في الرفض الإماراتية، على تباعد الأزمنة، قررت أن تجمعها في كتاب دون أن يكون بينها رابط موضوعي، فهذه مجموعة قصصية. لكن لو قررت أن يكون هناك خيط ضام أو رابط موضوعي بين القصص، فهذا ديوان قصصي. لكن طبعا المصطلح لم يأخذ قوة التواطؤ والشيوع، فدفن المصطلح مع صاحبه. لكن أنا ساعات كده أنقب في الحركة القصصية والنقدية وأستعيد بعض المصطلحات. في رابط موضوعي بين هذه القصص، ثنائية الروح والجسد، وأنا أعتقد أنها كتبت معبأة بهذه الفكرة، ثنائية الروح والجسد. عندما تقتلع الروح من الجسد ثم تتواثب هذه الروح وتحل بدبيبها في عدة أجسام، هي هذه الفكرة تسيطر عليها بدءا من أول قصة وصولا إلى القصة التي تحمل العنوان. وأنا أرى أنه بالفعل هذه القصة سنترال، مركزية. طبعا مسألة مهمة جدا، حمولة الفكر في قصص إليس جابر. قصص إليس جابر دائما فيها فكرة فلسفية، وأنا أتصور أنك لو جردت القصة من هذه الفكرة الفلسفية ستخسر الكثير. طيب ما المدرسة التي يمكن أن تتلامس مع هذه المدرسة؟ هي المسألة بالمصادفة عندي كده، هذه المدرسة قريبة جدا من بورخيس. لويس بورخيس في كل قصصه القصيرة دائما القصة عنده مترعة بحمولة فلسفية، حمولة فكر. طبعا هذا سلاح ذو حدين، لأن لو الفكرة زادت قوي، التفلسف على القارئ زاد قوي، هذا يفقدنا الفنيات، هي تحتاج إلى توازن لاعب السيرك وهو يتواثب أو يتقفز على الحبل الصغير. يبقى في حمولة فكر، بس ما تمدش المساحة وتجعل الدائرة تنداح لتقفز الفنيات. وناخد بالنا أن لويس بورخيس في مشهدنا القصصي ليست له شعبية ماركيز، ليست له شعبية سرمان. يعني أنا أرى أن لويس بورخيس في الروح العام لما يكتبه قريب جدا من القارئ العربي، قريب جدا من الأشواق العربية. يمكن هو تعطل شوية أو تعطل شويتين زي ما بيتعطل كتاب كثيرون لدينا. لويس بورخيس عاش معظم حياته متهما بالسرقة الأدبية، بالسطو، واحنا لما نعوز ندمر كاتب نتهم بالسطو، فيظل هذا عارا يلحق به. ومين اللي حرك الاتهام بلويس بورخيس؟ الناقد الارجنتيني الكبير الذي اجله وتعلمته على يدي اندرسون امبرت.
قال له أنت مجرد ممثل تعس من الدرجة الرابعة يكتب لثلاثة أرجنتينيين أعرفهم. عاش برخيص ملاحقا بهذه التهمة الكاذبة التي يدفعها خبيئة الضغينة والحقد والرغبة في عرقلته بأي ثمن. ولذلك لما رحل برخيص كل هؤلاء الشتامون سقطوا من الذاكرة وبقي برخيص. المهم يعني انه انا احسست برائحة برخيص او بروح برخيص ترفها في دائما حمولة فكر.